لقب الدورة الرابعة لكأس محمد السادس الدولية لرياضة البولو أبى إلا أن يبقى في داره بعد تفوق الفريق الوطني المغربي على نظيره المصري بحصة 10.5 مقابل 8 في المباراة النهائية التي جمعتهما بنادي البولو التابع للحرس الملكي بالرباط وسط تنظيم محكم وذي جودة. سنادي واد الفوز هذا لصاحب الجلالة الداعم الأول لهذه الرياضة وجميع الرياضات في المغرب، وكذلك تنادي الجامعة الملكية المغربية لرياضة البولو اللي قامت بجميع الترتيبات باش تدوز الحمد لله التظاهرة بأحسن على أحسن ما يرام. المنتخب المصري فهو منتخب جيد، لاعب اللي هو منظم وعنده عناصر متمرسة الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وفضل هذا الجمهور هذا، فاستطعنا أننا نحققوا الفوز. كان ماتش صعب جدا، فريق المغربي قوي جدا، احنا على ارضهم عاملين بطولة عالمية فعلا، احنا متشرفين ان احنا هنا، منتخبات جامدة جدا جدا جدا، بس الحمد لله كان الفاينل العربي، المغرب كسب او مصر هي بس واحد. اشكرهم على الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى كل حاجة فعلا، والتنظيم كان اكثر من رائع. هذا الحدث الرياضي الكبير يساهم في تطوير وإشعاع هذا التخصص الرياضي الذي يندرج ضمن رياضات الفروسية في المغرب سواء من الناحية الاحترافية أو على مستوى ممارسة الهواة، ليجعل من المغرب أحد رواد هذه الرياضة في أفريقيا والعالم.